شهر رمضان مدرسة للاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام من الاكل والشرب وانما الصيام من اللغو والرفث فان سابك احد او جهل عليك فقل اني صائم اني صائم مقصود الصيام ان تتعلم الاخلاق ان تكون حليما فإن سابك أحد فإنك لا تقابله بالسباب وإن جهل عليك أحد فإنك لا تقابله بالجهل وإنما تقول إني صائم إني صائم والتحقيق من أقوال أهل العلم أن هذا يقال بصوت تذكيرا لنفسك وتذكيرا لأخيك ومعنى هذا أن الصوم يقتضي منا حسن الخلق وللأسف عكسنا الآية في زماننا الواحد منا يسوء خلقه في رمضان أكثر وإذا قلت له قال يا أخي أنا صائم كأن الصوم يقتضي منه أن يكون سيء الخلق وهذا عكس مقصود الشرع من مشروعية الصيام